الفقرة الثالثة، فقرة المفاجأة. المفاجأة بتاعت الفقرة الثالثة، أنا هقول لك القصة ابتدت إزاي. بالظبط بتاريخ 17/2/2018، من سنتين كده. أنا فكرت أطلع في الميديا، يعني حلم كان بالنسبة لي، خاطرة جت الأول وبعد كده بقى حلم. تواصلت مع زميل ليا اسمه الدكتور حلمي، ولازم أشكره كل خير. هو كان متولي مبادرة دوائي مصر. فلقيته بالليل الساعة 1 بالليل، قال لي احنا عندنا التصوير يوم الأربع مع الدكتور عادل أبو عال في برنامج يلا نعيش، وهنتكلم فيه عن دواء مصري الساعة 2 بالليل. يا يعني عم لبست البدلة ولبست الكرافتة وجيت، قعدنا نتحاور مع الدكتور عادل. حسيت إن في حاجة بينه وبين الكاميرا. بعدها بثلاث أيام لقيت حد بيتواصل معايا من التلفزيون المصري، احنا عايزينك تصور معانا وتكلمنا على الدواء. وابتدت من هنا ان انا يعني ابقى متواجد فتره اطول من كده قدام الكاميرا. فبالصدفه بعديها بحوالي شهر قابلت مع صديقي ورفيقي، هبعرفكم عليه في الاخر كده. قلت له بقول لك ايه كذا كذا، قال لي بقول لك ايه، ما لو جات لك فرصه نطلع في نايل فاميلي. طلعنا في نايل فاميلي، حسيت ان هو عاملين دويتو. قلت له انا بفكر فكره تاني خالص. قلت له طب ما تيجي نعمل برنامج طبي ونحن اللي نقدمه، بحيث يكون الهدف الاساسي منه ان احنا نقدم معلومه للناس. ولو تلاحظوا ان معظم البرامج الطبيه اللي بتذاع على معظم القنوات الفضائيه، معلش مع احترامي لكل الساده الزملاء، بس مش متخصصين شويه. فقلت له طب ما تيجي احنا نتولى هذا الموضوع، احنا نقدم البرنامج ونجيب الضيوف المتخصصين، واعتقد ساعتها الحوار هيبقى فيه لغه حوار بيننا وبين الساده الضيوف، فبالتالي المعلومه هتوصل للساده المشاهدين. انا بصراحه رد فعله كان معايا كان غريب جدا، قال لي انا معاك. قال طب هنروح فين؟ قلت له طب تعالى نطلع قناه الصح والجمال، الاستاذ محمد رئيس القناه صاحبي. رحت له قال لي احنا هنتبناك. وقعدنا بقى ايه نختار اسم البرنامج، ومناسبه باسم البرنامج برضو كلمه حق تتقال، كان في معانا الدكتور اسمه وليد فؤاد، اختار معانا اسم البرنامج اللي هو صحتك ثروتك. جينا القناه ابتدينا البرنامج بتاعنا. عايز اقول لكم ان اول حلقه دي كانت بقى حلقه، انا قالوا لي كاميرا اتنين، انا معرفش يعني ايه كاميرا اتنين وبتاع، والواحد كان فعلا موضوع الكاميرا ده كان ليه رهبه. فابتدينا انا كنتش عارف يعني كاميرا اتنين بالمناسبه. فابتدينا قلت له بقول لك ايه بقى، تعالى ناخد دورات في الاعلام. رحت خدت دورات في الاعلام، كان اول معلومه قالوها لي انسى انك قاعد قدام الكاميرا. وابتدت الانطلاق. كان البرنامج بتاعنا بيطلع كل يوم جمعه الساعه 5:30 لمده نص ساعه. خلصنا السيزون الاولاني بتاعنا، وبعدين كان رد فعل الساده المشاهدين مع البرنامج حلو قوي. وكانت اكتر كومنت بسمعه من الساده الضيوف بيقول لك احنا ما حسيناش بالحلقه، بمناسبه الضيف هو اول واحد مقياس لمدى نجاح الحلقه بالنسبه لي ولا لا. لان انت لو قاعد قدام الضيف وهو حاسس الاسئله رايحه وجايه هيقول لك الوقت عدى بسرعه. دخلنا في السيزون الثاني، لقيت وكاله جو ميديا برئاسه محمد رمضان، استاذ محمد رمضان رئيس مجلس الاداره، قال لي احنا عايزين نتبنى احنا هذا البرنامج، وعايزين بدل ما نقدمه نص ساعة عايزين نقدمه ساعة. وأنا فاكر ساعتها كانت الحلقة دي بالمناسبة كانت أول حلقة للبرنامج بتاعنا بتاريخ 8/2، أنا فاكر كويس أوي التاريخ. جينا بتاريخ 18/8 سنة 2019 عملنا السيزون الثاني بتاعنا، وأنا فاكر طلعنا يوم السبت الساعة 12 بالليل وعملنا الحلقة مقدمة للسيزون الثاني، واتفقنا إن إحنا محتاجين نزود البرنامج بدل ما هو نص ساعة لا هنخليه ساعة. ومن هنا ابتدت انطلاقة الموسم الثاني، وابتديت ان احنا معروض علينا اكتر برنامج نعمله. ابتدت وكاله جو ميديا عايزه تتوسع معانا في البرامج اللي احنا نعملها. في الاخر وصلنا ان احنا النهارده، هو مش النهارده بصراحه، ان احنا بتاريخ 8/2 الشهر ده كنا بنحتفل بمرور سنه على برنامج صحتك ثروتك. البرنامج عشان يستمر كان فيه مجموعه عوامل، اهم عامل فيها هو شريكي في البرنامج الدكتور هاني فرج المستشار الصحي والاقتصاد بالدكتور هاني. صباح الفل عليك. صباح الخير دكتور علاء، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وانتم طيبين المشاهدين، وان شاء الله يعني نحتفل السنه الجايه بمرور سنتين باذن الله. خلي بالك انا عايز اقول حاجه، استمرار البرنامج وبدايه البرنامج انا شايف ان انت كنت السبب فيها. شكرا لحضرتك دكتور علاء، لان انا لما جيت عرضت عليك الفكره هو حماسك هو اللي خلاني اكمل في الفكره. هو دايما دكتور علاء دايما لما يكون في حاجه بتيجي بشكل مش مترتب له، او بتحس ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رتبها، يعني طالما انت الفكره جات لك وقتيه. لو حضرتك تتذكر لقائنا في نادي الاطباء هو كان بدايه الفكره يعني بالظبط. الحمد لله، يعني الحمد لله كان ساعتها
الموضوع كان الغرض منه ان احنا نقدم معلومه طبيه سليمه للساده المشاهدين، نفيد الناس. والحمد لله يعني انا احساسي على مدار السنه اللي فاتت ان كان النجاح الحمد لله رب العالمين، كان محالفنا بتوفيق ربنا خلال الفتره اللي فاتت، سواء في اختيار الضيوف او في المواضيع اللي تناولناها، مواضيع كانت بتمس الناس بشكل مباشر. ويمكن زي ما حضرتك قلت التفاعل مش بس مع الضيف اللي قصاد حضرتك، لا احنا كم الرسائل وكم الاستفسارات اللي جات لنا والحمد لله ربنا وفقنا وردنا عليها، بتخلينا يعني عندنا دفعه ان احنا نكمل الفتره اللي جايه بشكل اقوى باذن الله تعالى. عايز اقول لك على حاجه بالمناسبه، في ناس بتبقى مستنيه البرنامج بتاعنا. يعني انا الفيدباك اللي بيجي لي من ناس مختلفه بيقول لك لا احنا خلاص مستنيين البرنامج بتاعنا. عايز اقول لك على حاجه كمان، احنا ابتدينا بنص ساعه ساعه، انا عايز اقول لك حتى كمان الساعه ما بقتش تكفي، يعني احنا محتاجين دي ساعتين. حقيقة، دي حقيقة. هو حضرتك يمكن الحمد لله يمكن الفترة اللي فاتت في البدايات خالص كان الاهتمام من جوه مصر هنا. حاليا الحمد لله انا بيجي لي استفسارات وبيجي لي اسئلة من تقريبا الوطن العربي كله يعني. بص هو عمالين يقول لي في تليفون مفاجأة، تمام ما اعرفش ايه المفاجأة، ما اعرفش بقى مين بيتصل بينا. مين معانا؟ الو، صباح الفل، صباح الفل. ايه الاخبار يا دكتور؟ الشركة استاذ الثالث في محمد، البرنامج، استاذ محمد رمضان رئيس مجلس ادارة وكالة جمال. صباح لك يا استاذ محمد. صباح الفل عليك، انت عامل ايه الاول؟ ايه اولا انا الاخبار؟ كنت المفروض ابقى معاكم النهارده، انا عارف على الهواء، وانا بعتذر الاول ان ما جيتش، لا لا خالص، وكان اهلا بيك يا التليفونين استاذ محمد، تمام. بس لظروف شخصيه. لا لا خالص، لا لا، حضرتك معانا بروحك ومعانا بقلبك ومعانا بشعورك طبعا. الله يخليك، الله يخليك يا دكتور علاء. ثانيا انا مبروك البرنامج بقاله سنه ومزيد من النجاح دايما، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تكون اقوى وافضل بكثير. استاذ محمد انا عايز بس اقول حاجه، معلش. اتفضل. انا فاكر بتاريخ 18/8 لما قعدنا انا وحضرتك والدكتور هاني، اكتر حاجه استفدتها من الحوار معاك هي المحتوى. حضرتك لما بجينا نتكلم على عوامل نجاح اي برنامج، المحتوى المحتوى المحتوى. خليني بقى اسالك سؤال، انا حضرتك هل متابع البرنامج بتاعنا يا استاذ محمد؟ وعلى فكره بشوفه كل جمعه الصبح، والله والله كل يوم جمعه بتفرج على انت البرنامج ممكن بتاعنا. تكون اتفاجئت، انت ممكن تكون اتفاجئت من فتره مش بعيده او قريبه، ان انا بقول لك انا يوميا بشوف كل يوم جمعه بشوف البرنامج ومتابعه. هايل هايل هايل، صح ولا غلط؟ صح. تقييمك ايه يا استاذ محمد للبرنامج بقى في الفتره اللي فاتت؟ قلت لك حتى دارت مكالمه بيني وما بينك، بقول لك البرنامج الوحيد اللي ماشي بسيمترية وماشي بثبات وماشي بفقرات ثابته، متهيألي ما فيش حاجه فيها اختلفت، لكن بتزيد وبتقوى. يعني انا عندي فقرات ثابته مستمره كل حلقه، عندي كبسوله صحيه، عندي موضوع عن الحياه الاسريه، عندي حاجات كتيره جدا بقدمها، لكن كل حلقه بتبقى اقوى من اللي قبلها، فده في حد ذاته نجاح جدا. بس انا عايز بس اكد حاجه، اعتقد ان اتفضل. برنامج مش صح وجمال بس في جميع القنوات الفضائيه ما تلاقيش برنامج بيدي مواضيع مختلفه ولكن كلها بتدور في فلك واحد في جميع القنوات الفضائيه. ما اقدرش اجزم كده عشان بس ما اكونش، لا انا اجزم، لكن انا لا انكر ان برنامج صحتك ثروتك من اجمل البرامج اللي انا الله يخليك. فرحان ان هي في جوبي. لا لا ده شرف انا لينا. هخرج من حته من البرنامج على فكره، 18/2 ده الانطلاق للبرنامج، 8/2 18/2 8/2 انطلاقة البرنامج، السيزون الثاني كان 18/8. 8/2. طيب انا بس عشان انا جت في يعني في ذاكرتي انها 18/2، فكنت بقول لك عيد ميلاد محمد ابني 19/2، فمعلش. لا بس خلي بالك، ما هو شهر 2 ده اصلي هو عيد ميلاد البرنامج وعيد ميلاد محمد وعيد ميلاد شخص ثالث، بس انا مش هينفع اقول مين هو الشخص الثالث. ربنا يخليهم ويحفظهم دايما والمزيد من التقدم. طبعا بص انت استفزتني بالمناسبه، انا عيد ميلادي بعد بكره. انا عيد ميلادي بعد بكره. اوه كل سنه وانت طيب دكتور علاء. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت دكتور علاء، ويعني سنه سعيده عليك يا رب كده، وانت مواليد شهر 2 من الشهور القريبه الى قلبي يعني. الله يخليك يا استاذ محمد. خليني بس ارحب بالدكتور هاني. يا دكتور هاني اهلا وسهلا. اهلا بيك، صباح الخير يا استاذ محمد. مزيد من النجاح والتقدم دايما يا دكتور هاني، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تكون افضل وافضل وافضل. هو الدكتور علاء نكش حته كده في الاول، لو عارف ان لغه الحوار اللي ما بينه وما بينه بيقول لي عايزين اكتر من ساعه ومش عارف، فمش فاهم هو يقصد ايه بالظبط، بس ماشي. لا لا ما هو اللي انا قصده وصل لك، اكيد القصد وصل لحضرتك. بس هو يعني انا حابب اشكر حضرتك يا استاذ محمد، لان فعلا جو ميديا واستاذ محمد رمضان كان ليه دور كبير جدا في الاستمراريه وفي
المحافظه على خروج برنامج بهذا الشكل. فاحنا بنشكر حضرتك، وان شاء الله يعني مزيد من التقدم والتعاون ما بين جو ميديا وصحتك صورتك ان شاء الله. استاذ محمد قبل ما اقفل معاك، انا بالتاكيد احنا هيبقى لنا ميتنج الاسبوع ده عشان نرتب الفتره اللي جايه ايه اللي ممكن جديد نضيفه في البرنامج بتاعنا عن طريق وكاله جو ميديا. استاذ محمد رمضان اشكر حضرتك في نهايه الفقره. دكتور علي بص، هو في حاجه غريبه جدا، المفروض ان احنا كنا مرتبين حاجه تقال ونقولها، هي الفقره خلصت ولكن احنا ممكن ان نرتب الاسبوع الجاي. يهمني اعرف بلانات 2020 في برنامج صحتك صورتك من ناحيه الطبيه والناحيه الاقتصاديه للبرنامج ان شاء الله. هو بس هو التنوع جاي، يعني احنا دلوقتي الحمد لله تواجدنا على السوشيال ميديا بشكل قوي وتواجد البرنامج بشكل منتظم، بالاضافه لفكره كتاب هيتعمل كتاب. فالكتاب ده هيبقى يعني اول برنامج تلفزيوني يتعمله كتاب. لا هايل، دي فكره رائعه، دي فكره جديده ان شاء الله تحوز اعجاب الساده المشاهدين بشكل كبير ان شاء الله. يعني احنا عايزين نحتفل بكل شركاء النجاح، الناس اللي خلف الكاميرا طبعا. وعاملين حاجه كده بسيطه ليهم، نحتفل بيهم ونحتفل معاهم بجمهور سنه برنامج صحتك ثروتك. كل الفريق العمل يتفضل كده يبقى معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته دكتور علي. الأستاذ تامر بالمناسبة المدير الفني لوكالة جو ميديا، أنا هو ممكن لو سمحت الناس كلها تيجي. اتفضل. طبعا كل سنة طيب يا دكتور. كل سنة طيب يا أستاذ تامر، وعايز أشكرك. نجاح ربنا يعزك. عايز أشكرك، خلي بالك أنا ببقى قاعد هنا قدام الكاميرا ومش قلقان اللي بيحصل خلف الكاميرا، لأن ورايا طقم اعداد وطقم مخرجين وطبعا على راسهم حضرتك. يعني ربنا يعزك. ربنا يعزك. الله يخليك يا رب. فكان لازم نحتفل بشركاء النجاح و فيتفضل استاذ محمد الشاهد. اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل يا ريس. كل سنه طيبين وبنبارك للدكتور علاء والدكتور هاني ومن المزيد من التوفيق والنجاح ان شاء الله. ناس مصممه، ناس مصممه ان هي تبقى خلف الكاميرا. مش عارف ليه في ناس بتتكسف انها تطلع قدام الكاميرا، ولكن خليني احتفل معاكم بالظبط. استاذ نصر طبعا. استاذ نصر حبيبي. زمالك زمالك. استاذ نصر حبيبي. استاذ نصر. استاذ نصر مدير الاستوديو بالمناسبه. انا وصلت نصر. ومن الناس اللي انا لما اشوفها الصبح في الاستوديو ببقى حاسس بالامان. حبيبي. خلينا نحتفل معاكم بمرور سنه على برنامج صحتك. اتفضل. والله فكرتني ابص على الكاميرا اللي عارفاني فعلا. بان احنا نحتفل بمرور سنه على برنامج صحتك ثروتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. بارك عامل ايه؟ الله يخليك يا رب. محمد عزت طبعا جوه، لازم هو اللي يقفل. طبعا مش عارف يخش معانا وبنحييه. وعايزين نشكر على الهواء طبعا كل فريق العمل في برنامج في قناه صحتك في قناه الصحه والجمال. الاستاذ محمد الملكي بالله عليك يا ريس. والاستاذ محمد الملكي طبعا حبيبنا طبعا الجند المعلوم في برضه في قناه جو ميديا. استاذه ياسمين كل والاستاذ محمد عزت كل فريق العمل بتاع قناة الصحة وجمال، وانتوا من ضمن الأسباب الأساسية في برنامج أو نجاح صحتك ثروتك واستمرار برنامج صحتك ثروتك. وأشوفكم ونحتفل إن شاء الله السنة الجاية بمرور العام الثاني على برنامج صحتك ثروتك.